فراسكم باللي انه الخوف من الوالدين في غالب الاحيان ترغم علينا باش اننا نطيعوهم وخاف شي حوايج اللي حنا ما موالفينش، وعارفين باللي انهم ما غاديش يسلكونا في هذه الحياه، واللي يقدروا كاع يخليوا حياتنا تولي مقلوبه راسا على عقب. هذا هو حال ساره. ساره هي صاحبه حكايتنا الليله، احبت ونوات الخير والحلال، لكن الاب ديالها بالصرامه ديالو وحتى الام ديالها بالصرامه ديالها كان لهم راي واحد اخر باش انهم يخرجوا على حياه بنتهم واللي خلصت عليها غالي. حكايه الليله للاستفاده من العبره اللي غادي نسمعوا، لازم تشوفوا نبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وحوالكم طيبه. شوفوا الناس ديال الانستغرام عارفين باللي انا والكاميرا ديالي جلات وما لقيتهاش بعد اخر سفر اللي جيت منه. خليت الناس ديال الانستغرام يصوصوا واش نزيد نغبر عليكم اولا تقبلوا عليا بالكاميرا ديال الايفون، وفي الاخير قلتوا باش انني ما نغبرش عليكم، فقبلوا على اي مكان مشيت ليه وقبلوا حتى على الصوره اللي انا داخلكم بها. لكن ان شاء الله غنقاد سيتاب جديد وغادي نرجع لحياتي الاولى اللي كنت معكم فيها، حيت قريب نمشي في حالي ان شاء الله، دعوا معايا. وهكذا غادي نبقى فعلا الانسه ديالكم في جميع الاوقات. اخي ما تعطلش عليكم اكثر، ما تنسونيش انكم تضغطوا على زر الاعجاب تحت لما تيكلفكم حتى شي مجهود، وتشاركوا هذه القناه اذا كانت كتنفعكم وكتشوفوا انكم كتاخذوا منها شي حاجات اللي هما زوينين مع حبابكم مع اللي قريب وحتى اللي بعيد. ما تمشوا فين، وخلينا نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ساره، ما عنديش مشكل انني نحتفظ بالاسم ديالي الحقيقي. حليت عيني وكبرت في واحد الدوله اللي هي اوروبيه وسط العائله ديالي واللي هي مغربيه 100%. عشت طفوله اللي موفر ليا فيها كل شيء، ولكن للاسف الاب ديالنا كان صعيب بزاف انا وخواتاتي. انا هضر على حكايتي، انا كان ديما معايا في الضرب والغوات والعنف، وبما انه عائلتي كلها ساكنه في نفس الدوله فكل شيء كان حاضني غير انا. بنتك دارت، بنتك جات، بنتك فعلات وتركات. المهم من بعد هذا الاختصار ديال الطفوله ديالي وعرفتو كيفاش داز والضغط اللي كان عليا، غادي نبدا لكم بنهايه قصتي. انا مزوجه وعندي ثلاثه ديال الوليدات، والثالث اللي عنده 4 سنين مصاب بمرض توحد. عندي بزاف ما نقول لكم، وبغيت نخوي قلبي عليكم، وفي نفس الوقت بغيتكم تستافدوا بزاف من حكايتي. فعطاني ودنيكم، فاش كنت عندي 19 سنه تزوج بانسان اللي كان صديق الخليل ديالي واللي كنت معاه في علاقه لمده 4 سنين. كنا غادي نتزوجوا ولكن والديا ما بغاوش، لانه عمامي كانوا تيعرفوه وعمروا بابا عليا. كيف قلت لكم كنت ساكنه خارج ديال المغرب، والديا غادي يضطروا باش انهم يدخلوني للبلاد، وداك الخليل ديالي غادي يبدا تيقلب عليا. كان داروا بيعاني بحال هكا باش يفرقوني عليه، فباش يتواصل معايا الناض غادي يعطي النمره ديالو لصاحبو اللي كان تيصون عليا، وما كانش عندي الحق انني نجاوب، لانه ببساطه التليفون ديالي عند الاب ديالي. حتى لواحد النهار بابا غادي يجاوبو، اشنو بغيتو من بنتي؟ انا ما عطيهاش لصاحبك. لا سي فلان، راني انا اللي باغي نتلاقى بك وضروري. فعلا تلاقاو، وقال لي عمي فلان انا اللي بغيت نتزوج بها، ورادارنا ميسورين وحنا من العائله الفلانيه. هو فعلا دارهم لاباس عليهم، ولكن هو ما كان عنده والو، وبا واخا كان لاباس عليه كان ناكرو حيتاش كان مطلق من مو، وحيتاش انا كنت مازال صغيره والديا كانوا ضاغطين عليا، يا اما تزوجي بفلان يا اما غادي تبقاي هنا في المغرب. وانا ما نقدرش نستحمل التهديدات لانه تزاليت في دوله اللي هي اوروبيه، فما قدرتش انني نتقبل باش انا وحياتي تبدل ما بين ليله ونهار، لدرجة انهم اقترحوا باش انهم يزوجوني لولد عمي بزز مني غير باش ما بقاش جالسه. فما كانش عندي اختيار من غير انني نتزوج وصافي بالصديق ديال الخليل ديالي. المهم تزوجنا، والديا هما اللي غادي يعرسوا لينا. خاتمي وحوايجي شريتهم من راسي، جيت انا وصديق الخليل ديالي اللي ولا هو راجلي، جينا سكننا مع دارنا في اوروبا. جاتني صعيبه انني نتقبل صديق السيد اللي كنت تنبغي يغدرو وغدرني حتى انا فاش تزوج بيا. باش نجيكم الصراحه، فاش تزوجت به قلت صافي عطيتو نيتي، وقلت هذا ما مكتابش. لكن فاش تزوجت به قلت صافي خاصني ننسى الماضي، واخا ما نكذبش عليكم ما قدرتش ننساه، لكن تقاتلت وعطيتو نيتي وقلت هذاك راه ما كتابش، ما عندي ما ندير، اجي نتاقلم مع هاد الحياه، خصوصا وانني كنت كنخاف وكنترعد من بابا. هادشي اللي خلاني انني نضحي براسي. شهر 9 تزوجنا، شهر 11 حملت، وشهر 12 بداو المشاكل والدبزه. هو مشى عند عمته بلا ما يقول لي اصلا فين غادي. انا ما لقيتوش حتى جات عمته رجعته وقالت ليه مرتك حامله خاصك ضروري ترجع عندها. رجع وانا كان خاصني انني نولد في شهر 7،
في شهر 4 جينا لدولة واحدة أخرى. كنا غادي نبداو حياتنا تما بعيدة على فين كبرت وفين تزاديت وفين تعرفوني الناس. قبلت أنني نجي معاه وبدينا من الزيرو بحال ما كاين والو. فعلا بدينا من تحت الزيرو. جينا وكرينا ولدت ولدي الاول وخلاني بوحدي ومشى للمغرب لمده شهر حق على اساس انه يصايب الحاله المدنيه. فجاه قال لي اجي نعيشو في المغرب حيتاش با قال لي اجي تخدم معايا. هزينا حوايجنا ومشينا للمغرب. جلس مع مو 5 ايام بالحساب. نهار الخامس جرات عليا حشومه تلبسي الكساوي والجينات حيتاش حنا هنا كنلبسو غير جلالب. ولدك ما قالش ليا خالتي هادشي كاملو وراه حتى الجلالب خصك تعرفي بلي انني عمرني ما لبستهم. ضربتني ليدي حتى بقات ليا الاماره وانا كنت هازه ولدي الصغير انا داك في يدي وكون ما شديتش راسي كانت غادي تلوحني من الدرج ديال الفيلا الفوق. جاداني عند باه اللي غادي نجلسو معاه. راجلي مرض جا شي حبوب في اماكن خاصه ديالو اللي كان خاصو ضروري انه يفتح عليهم. ما عندنا حتى شي ريال زيرو فغادي نعطيه الخاتم اللي شريتو انا لراسي في العرس وقلت ليه سير بيعو وسير فتح على راسك. مشى باعو وفتح وكان كيدوز غير بالدمايات وكنت انا اللي كنبدل ليه. المهم كنت مقابلاه باللي كان مقدرني عليه مولانا حيتاش كانت عندي التربيه انا ذاك ديال شهرين. من بعد ما دوزنا شهر ونص عند باه جا قال لينا خاصكم انكم تدبروا على راسكم ما تبقاوش جالسين ليا غير هنايا. هزينا حوايجنا ومشينا عاوتاني خاصنا نرجعوا فحالنا لاوروبا وما عندنا حتى شي ريال حيت هذا هو القرار الوحيد اللي نقدروا ناخذه. قريت واحد السلسله ديالي وواحد البغورميت وكاع داكشي اللي بقى عندي وقلت ليه سير بيعهم باش اننا نقدروا نكونوا وحتى اذا رجعنا نقدروا باش اننا نكريو. مشى باع داكشي اللي جاب ليه مشى وبعد ديك البركه اللي عطات ليه اللي غادي تجيب لنا شي مليون وشي حاجه ومشى تسلف واحد اقل من مليون باش اننا نقدروا نعيشوا هذيك المده. جينا وانا ما قادراش انني نمشي لدارنا حيت الا مشيت غادي يوقعوا المشاكل وانا عندي تربيه وغادي نصدقوا مفارقين والدري غادي يكبر بلا والو وانا ما كنتش باغا هذا الشيء. المهم جينا ما لقينا فين نمشيو. الفلوس اللي عندنا يلا جات قد قد باش اننا نكري واحد الشهير. اصلا جينا في واحد الكار واحد 3 ايام ديال التمرميده ما قدرناش نجيو في الطياره وولدي كانت عنده انا ذاك 3 شهور. دخلنا لواحد الجامع عند واحد الفقيه وسولو راجلي عافاك سول ليا اذا كاين شي كري على قد الحال. قال لي اه راه كاين ودانا عند واحد الراجل كبير اللي سول راجلي واش خدام. فاش قال لي لا في الاول تردد باش انه يكرينينا وقال لي راه الدار اللي غادي تخوى دابا ما غاديش تخوى حتى من هنا واحد الشهر يعني غادي خصنا نتسنى واحد 20 يوم. قال لي ولكن يمكن ليا نديبانيك عند واحد الدري حيت الدري كان عايش زوفري بوحدو ولكن المدام ديالك اخويا ما تقدرش تجلس مع داك الزوفري. الفقيه الداني عند واحد المراه وحده اخرى مذوي الهمم اللي ما كانش كتمشى انا ذاك. ايوا ما نقولش لكم الدار كلها سراق الزيت اللي هو كحل وصغيور. كنضل النهار كامل في الزنقه جالسه في شي عتبه حيتاش ما نقدرش نجلس في ديك الدار وبالليل تنضطر انني باش نمشي نبات تما. كان الوراث في واحد ليزار بحال شي قيطون انا وولدي باش انه ما يدوزش علينا ذاك سراق الزيت. المهم داز ديك 20 يوم بحال شي عام وباش ما عطى الله تناكلو غير البيض والخبز. وكنتلاقى انا وراجلي في الزنقه صباح بكري. حاولنا ديك الوقت باش انا ما نخسروش الفلوس بزاف باش نقدروا نكريو من بعد وانا ذاك ما كنبقى عندي حتى شي حاجه لانه ذهبي كله نوض تبعته. انا ذاك مشى مني الحليب بالخلعه والاعصاب اللي دزت منهم من مورا عطانا الدار وسكننا وخرج راجلي كيقلب على خدمه وقدر انه يلقاها في الشهرين الاولى اللي مشيت انا طلبت فيها المساعده الاجتماعيه. من بعد ما بقى كيمشي لخدمته وتنخلصو كرانا وكناكلو وكنشربو وتعطوني الفلوس لولدي من شهر لشهر اللي كانوا كيوصلوا في الكونط ديالي وكان هو كيهزهم ليا. فبدينا كنجمعو الفلوس بشويه بشويه حتى داز عام ونص اللي مشينا فيه المغرب وهنا غادي نعاود نحمل من جديد. حملت بولدي الثاني ولدت عاوتاني والسيد باغي مازال عنده نفس الفكره انه غير يجمع الفلوس. انا غادي نشرح لكم هاد الجميع ديال الفلوس كيفاش داير باش ما يسحبكمش بلي انه شي حاجه اللي هي ايجابيه خصوصا مع راجلي. كهنا كانوا تيعطوني واحد البريم باش انني كنعاون بعد ما كان ولد بلا ما نقول لكم بلي انه فولاتي الاولى تعطاني بريم وعطاتو لي باش مشينا للمغرب مع ديك البركه ديال خاتمي. اما هاد المره واخا داكشي تيدخل عندي في الكونط ديالي كان تيحيدو ليا بزز مني ويديهم هو وتيبقى كيجمعهم مع الصالير ديال الخدمه ديالو. المهم بعد ما ولدنا الولد الثاني غادي نهبطو من جديد للمغرب
كلشي داز مزيان تقريبا، ورغم بلي انه اي حاجه بغيتها خاصني نقول ليه اعطيني ونرجع ليه الصرف ونعطيه الدليل باش انني جبت داكشي اللي قلت. وهاد القضيه راه كانت الله يخليكم من نهار تزوجتو، انا ما نقدرش نخدم لانه ما خلانيش وبقيت صابره معاه، واللي بغاها تنقول ليه غير واخا، وهاد واخا بالضبط عقلوا عليه لانه غادي تخرج عليا وغير كيجمع في فلوس، وما تنقول ليه لا عطيني لا خاصني لا حتى شي حاجه، عايشه وصاف. كناكلو كنشربو، ملي كنبغيو نتكساو هو كيمشي كيشري لراسو غير الحوايج ديال الماركات، وانا تيشري ليا من دوك المحلات العاديه، وانا ما كنت ديما كنجيب في هادشي لانه من قبلو كنت كابره في وسط عائله اللي موفره ليا كلشي وشبعانه. هنا غادي يبداو المشاكل. في 2017 غادي نهبطو للمغرب، والوالده ديالي شحال هادي ما شافتني، لانه اصلا هما اللي حطوني في وسط هاد الحياه اللي ماشي انا اللي اختاريتها. غادي نغلط حتى وصلت ل 107 كيلو غير بالستريس وبالاعصاب، وغادي تجيني كريز ديال الطونسيون اللي غادي يطلع ليا وكنت فيها غادي نموت. بقيت 17 يوم وانا كوما. علاش؟ لانه بقيت كنرجع لقلبي وما كندابش معاه ولا كنتناقش معاه، وتنقول ليه غير واخا مهما انه ديك الحاجه ما عجبتنيش حتى ما لقيت فين نزيد. هنا فين خرجت عليا ديك واخا. من بعد الكوما غادي يخرجوا ليا الفانيت ديال الطونسيون اللي غادي نبدا كنشربو حياتي كاملها، لانه الطونسيون العادي ديالي هو 17، واذا ما شربتش الفانيد يقدر يطلع ليا حتى 20 21. وصلت لمرحله انه غادي تطرطقوا ليا العروقه في وجهي، وكنت غادي نتشلل لانه النص ديالي كاملو غادي يرقد عليا. المهم خرجت من ديك الكوما هي فاش مشينا للمغرب، لان ذا كنجمع فيها شي بركه ديال 25 مليون باش اننا ندفعوها في الدويره. مشينا فعلا باش اننا ندفعو وغادي تمشي معنا امو، ولكن الله يخليكم خليتيني انا في الدار ومشيتي مع امك ودفعتي في الدار وعطيتي لاكارت ناسيونال ديالك ودار الاجراءات كلها بلا بيا، يعني انا ماشي شريكة حياتك. رجعنا وحنا للدار وداز العام، ها هو عيط لي اللي باع ليه وقال لي خاصك تجي تسني لي الوراق. انا داك كانت المدرسه ديال ولدي فما كنتش كنقدر انني نمشي معاه، وعموما هو اصلا ما قالش ليا يلا معايا. فهاد المرحله كان عندنا واحد الرجل من جنسيه عربيه اللي كان تعرفو صاحبو، كان جالس معنا في الدار وتيخلص راجلي بحيله كان تيخلص شي اوتيل. اختكم هي اللي كانت كتصبن وكتوكل وكدير كلشي في ديك الدار، سنتيم الكحل ما كانت كتشدو. فاش غادي يعيط ليه النوتر غادي يعيط لراجلي، ما عقلش انا على عليا ولا على حتى السيد اللي خلى معايا. حدو قال لي خليه هنايا راه هو صاحبي وراه راجل كبير ما عندكش مناش تخافي معاه. مشاو خلى معايا راجل في الدار اللي ما بينو ما بينو حتى شي حاجه ومن جنسيه واحده اخرى، راجل قد الدبه ولكن كيبقى غريب عليا. كنت الله يخليكم تنطر باش انا نفيق الصباح نفطر ولادي ونديهم للمدرسه ونبقى في الزنقه جالسه حتى كنحس بيه باللي انه داك السيد خرج من الدار مع ديك ال11 وكنرجع للدار وكنطيب وكنجمع وكنشقى وكنخرج باش نجيب ولادي من اول وجديد، نوكلهم وندخلهم للبيت وكنسد عليا معاهم وكنخلي الراجل الاخر على خاطرو يدير ما يدير ما بغى في داري. تيقوني اذا قلت لكم 20 يوم وانا على ديك الحال مع داك الراجل بحال هكاك، والاخر الزوج ديالي الكريم الماسون ما كاينش معانا وما مهولش اصلا. عرفتوا علاش ما مهولش؟ لانه مشى كتب كلشي في سميتو وجا كانه ما دار حتى شي حاجه. من موراها انا صافي عييت وليت كنطلب الحاجه كنلقى راسي بلي انا ما عنديش الحق فيها. اذا بغيت غير خبزه اولا شي حاجه بسيطه خاصني ضروري انني نجيب ليه الصرف والتيكي باش انه يعرف فين مشاو ديك الفلوس ولو تكون درهم. المهم انا كنت نقول غادي نصبر، راه هو كيتقاتل المسكين على المستقبل ديالنا مجموعين. هو خلاني نخدم عند واحد المراه كنت كنشد ليها بنتها، يا اما كتجيبها ليا يا اما انا اللي كنت كنمشي عندها، ودوك الفلوس باش كنت كنخدم في اخر شهر اللي كانت كتجيني فيهم واحد 1000 اورو كيخصني نعطيها ليه، واللي تيعطيني منها واحد مثلا 50 اورو بحال كيصدق عليا باش نعمر لابونمون ديال باش كنمشي وكنجي. ولكن شفت حتى عييت، شفت حتى عييت ولقيت راسي عام كنخدمو على قدو ومساهمه في الدار اللي شرا وما تسوقش ليا وكندمر وكنعطيه، وما نكذبش عليكم طلع ليا الدم لانه سميتي ما دارهاش معاه في الدار. جمعت باليزتي ولادي بزوج وهزيت شي فلوس اللي كنت خدامه عليها وقلت باش انا نبدا حياتي، نط خويت البلاد وما فيها ومشيت لدوله واحده اخرى. كريت وتلاقيت واحد البنت من عائلته اللي هي صاحبتي، ولكن كانت من قطع العلاقه ديالهم، غادي تعاوني حتى انني غادي نكرا وغادي نستقر، وقلت لها فجلسي معايا ما تخلصي حتى شي حاجه حيتاش كانت مازال كتقرا، غادي نلقى خدمه وغادي نقل ولادي للمدرسه وكلشي كان مزيان. بدات تعيط من العائله ديالو
مش هديك العربية بلي انني خرج ليه ولادو هو ما عارش فين هما. غادي يوصل البحث خارج البلاد لدرجة انه وصلت القضية للخطف. انا درت غلط ولكن كنت قلت لخوه بلي انني راني في بلاد واحدة اخرى بيد ما نقاد الحالة ديالي ونجيب ليه ولادو، غير انا محتاجة انني هاد الساعة نرتاح شوية. غادي يصيفطو برا الوالدية في ديك الدولة وغادي يعيطوا ليا وقالوا ليا بلي انه سارة جاتك واحد الاستدعاء، فاذا ما دخلتيش ولادك في التاريخ الفلاني غادي يجيو يجيبوك ويهزوك فين انتيا كاينه، حيت عارفين لانه كان البحث خارج الدوله. شنو غادي ندير؟ دخلت انا ولادي ودرت في المحكمه وعطوني عام و8 شهور ديال الحبس. قال لي اذا بغيتي نسمح ليك رجعي ليا. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ عطاو الحضانه ديال الدراري 100% وما عندي الحق لا نقيسهم ولا نشوفهم ولا حتى شي حاجه. دزت في المحكمه واحد يومين ولقيت راسي بلي انني ما قدرتش نعيش بلا وليداتي. مشيت لعندو ودقيت وقلت ليه بلي انني بغيت نشوفهم. قال لي اذا بغيتي تشوفيهم خصك تدخلي وتبقاي معاهم وما تبقايش تخرجي. تما كانت النهايه ديال ساره، وليت عايشه جثه، عايشه وما عايشاش. بقينا على ديك الحال لمده 5 شهور 6 شهور، وهنا غادي نعاود نحمل من جديد. علما انني كنت نقول مستحيل انه غادي نزيد، ببساطه لانه لمده 2 عامين ما جاتنيش الدوره الشهريه ديالي، تحبست لي ببساطه. فاش دوزت قالوا لي بلي انه السبب هو الاعصاب والستريس. من بعد 2 عامين غادي نحمل بلا دوره وولدت ولدي اللي غادي نكتشف مسكين بلي انه مصاب بالتوحد لربما بسبب هادشي كله. هو تيمشي تيخدم وتيجمع الفلوس وانا تندير كلشي وما عنديش الحق انني نقول لي خاصني حتى صباط حتى من فلوس الدراري ديالهم الشخصيه اللي كتعطيهم ليهم الدوله خاصني يعطيهم ليه هو. من بعد سنه على ولادتي غادي يمشي يشري مكازا في المغرب وغادي يديرها في سميتو، وهنا جاب لي التمام. هنا غادي نطلب الطلاق وما غاديش يعجبو الحال وغادي يعيط لبابا ولعمي اللي غادي يجيو، وقال لهم انا ما غاديش نطلق لكم من ساره. انا قلت لهم ما بقيتش قاده انني نعيش مع هذا الانسان، ها شنو تيدير وتيفكر غير في راسو. هو غادي يعيط للبوليس وقال لهم هاد المراه راه بغات تخرجني من الدار وانا ما عنديش فين نمشي. قالوا ليه بلي انا خاصك تخلي لي هاد الدار هي ولادها حيتاش من حقها هي. مشى خرج الحوايج وصورهم حدا الدار وهز الطوموبيله اللي شريناها بزوج فلوسنا وهزيتي كلشي ومشيتي للمغرب لمده 3 شهور وطلبتي الطلاق. المهم غادي يطلقوني منه من هنايا واخا ما حاضرش، لانه وصلت المده نتاع 6 شهور وهو ما كاينش فيها ما كيحضرش. ملي رجع غادي يجبد الدوسي ديال الحبس ديال الخطف حيتاش مازال ما سالات ديك 5 سنين، فعندو الحق انه يعاود يحلو من اول وجديد. هاد المره عطوني 3 سنين وغرامه ديال 3 مليون. 3 سنين اللي خارج الحبس لانه عندي الحضانه ديال الاولاد وما عنديش الحق باش انني نسافر. ملي تفارقنا ما خلانيش في التقار لانه كان تيعمر عليا الدراري. ولدي الكبير واحد اللحظه بدا تيكرهني حيت عطى عليا واحد الصوره بلي انا اللي تخليت عليه وبلي انا اللي خرجت باكو من الزنقه. عشت الجحيم ورغم انه مشى خلى ليا مشاكل في الدار. كانوا كيمشيو عنده كل ويكاند في اسبوعين وتيجيو الدراري مبدلين خصوصا الكبير، ولا كيعمروا عليا وكيعوجوا عليا. ولا ولدي اللي عنده 12 سنه كيجي وكيضربني. دوزت 2 عامين ديال الطلاق جحيم في جحيم فيها ما قدرتش نرتاح، واللي بقى تابعني الخيال ديالو. كان تيقلب غير فين يدير ليا شي مونتيف او لا يقول لولادي راه امكم كتهضر مع هذا ولا هذا. دخل وليداتي واحد الفكره مسخه عليا. دازت 2 عامين والصرف اللي فيها بدا كيطلب مني باش اننا نتصالحوا وبلي انا والدراري غادي يتشردوا، وانا شديت فكره بلي انه ما غاديش نرجع معاه على ما دوز عليا. حتى الاخير وانا نقول راجلي هذاك نعطيه فرصه ونشوف واش غادي يتبدل. رجعت معاه هاد العام في شهر 12، لكن غادي نلقى راسي مع انسان ما تبدلش ومشكاك وما عنده لا رحمه ولا شفقه، انسان كاع كفس من الاول. عندي معاه ولد مريض خاصو يعاونني عليه، ولكن تيفكر غير باش انه يجمع الفلوس ويدير علاش يرجع. واذا قلت له غير راه خاص شي حاجه كنتسمى بلي انا ما مزياناش وغير تنبذر. مرضت وما بقاش عندي الطاقه لا والو، ما تليت باغا ندير حتى شي حاجه في حياتي. كنت باغا غير نعس ونرتاح لانه دخلت في اكتئاب. اما مرحلة ديال ولدي الصغير باش عرفت وتقبلت باللي انا وعندو توحيد، هذيك كانت قصه وحده اخرى، كانت مرحله اللي هي صعيبه. لقيت راسي باللي انني ما بقيتش قادره نعيش مع هذا الانسان وما بغاش نخسر ولادي في نفس الوقت. بغيت نفكر شويه في راسي وفي هذا الوليد اللي محتاج ليا بزاف. ما بقيتش عارفه شنو غادي ندير، لكن في الاخير خديت قرار. قبل ما غادي نقول لكم شنو هو، خاصكم تعرفوا باللي انا من نهار خذاني هذا الظالم هو غير تيهني وتيعيرني، يا بنت الزنقه ويا بنت ويا الفاعله ويا التركه.
وقت ما طلع ليه الدم تيعيرني من الصمت لتحت. واحد النهار قال لبابا في وجهه تركت السوق وقبل ما تهضر ليا مع اولادي شوف غا بناتك شنو دايرين وفاعلين، يعني فات الحدود ديالو في كل شيء، فما بقاش عندي معاه علاش انني نزيد ولو دقيقه. فباش ناخذ القرار ديال الطلاق من جديد كان خاصني واحد الشجاعه اللي هي كبيره وصعيبه، لكن ولله الحمد انا اليوم اللي كتهضر معاكم هاد الانسانه طلقت من اول وجديد وخرجت نخدم وكندمن على راسي. اما ولدي اللي عنده 12 سنه اختار باش انه يمشي يعيش مع باه، ماشي حيتاش كيبغي ولكن حيتاش خاف منه لانه ديما تيهددو اذا ما جيتيش عندي غادي نتمشي نتزوج وندير وليدات واحد اخرين. لعب على البراءه ديالو والطفوله ديالو. الدري بقوه الخوف قال لي ماما انا مضطر انني نختار بابا، ولكن غنبقى ديما نجي عندك. خليته على خاطره وكنتعامل معاه عادي لانه جا في الوسط. هادشي كله بلا ما نعاود لكم على بزاف ديال التفاصيل اللي احتفظت بها، حاولت نعاود لكم بالمختصر المفيد. لا فين سكني ولا فين عشت، سكني في واحد لاكاف اللي كله كحل بلا الزرورات اللي كانوا كيجيوني وكيديهم. بلا ما نقول لكم مره مره فاش والديا كانوا كيجيو لعندي وكيعطوني 500 اورو كان كيديها ليا. بلا ما نقول لكم نهار عرسي معاه فلوس اللي تعطاونا خداهم ليا هو. بلا ما نقول لكم بلي انه تيفكر بلي هو راجل الفلوس خاصو يكونوا غير عنده هو. بلا ما نقول لكم ديك 3 سنين قبل ما نهرب ولادي سد ليا على والديا وجاب ليهم البوليس حيتاش ماما تناقشت معاه على الحاله اللي وليت فيها، ومن ثم هددني اذا مشيت دويت معاهم مره اخرى غادي ياخذ ليا ولادي. وانا فعلا تبعتو، ما عرف شنو كان واقع ليا انا ذاك، واش كانوا مسدودين ليا العينين. المهم اللي قالها كنت نقول لي عليها واخا، لدرجه انه لمده 3 سنين غادي تنقطع علاقتي بوالديا وانا غادا معاه في داكشي ديالو. بزاف ديال الحوايج اللي انا ذاك كانوا دخلوني في الاكتئاب وجاني السكر فوق من الطونسيون وانا يلاه في بدايه الثلاثينات. هذه حكايتي وهذه هي كانت حكايه ساره. خاصنا نوعو بلي انه وليداتنا راه ماشي ديالنا، ولادنا هما فقط امانه عندنا اللي خاصنا ضروري باش اننا نحافظوا عليها حتى كتستقل بالذات ديالها. وليداتنا بحال شي وريضه كل نهار كنسقيوها باش انها تكبر وتزيد تكبر، كنسقيوها بالحب بالاحترام بالاخلاق حتى كتبدا كتكبر وكتفتح وكتعطي واحد الريحه اللي هي زوينه ومنظر اللي هو زوين. التربيه ديال الوليدات اعترف بلي انها مهمه صعيبه جدا، ولكن خاصنا اننا نفكروا بلي اننا كنبنيو مشروع في التربيه. النتيجه ربما ما غاديش تبان دابا لانه الطفل في طور التعلم، لكن حتما غادي تبان في السنوات القادمه. خاصنا نعرفوا بلي انه تربيه الوليدات هي واحد الصدقه جاريه، وهذه كتفكرنا في حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما قال بلي انه عمل ابن ادم كينقطع الا من ثلاث، صدقه جاريه او لعيم كينتفع به او لولد صالح. خاصو يكون ضروري صالح حيتاش اذا ما كانش صالح ما غاديش يدعي لك. ما عارف شنو غادي نقول من غير انه صار انسانه شجاعه وكنهنئك لانه ما قبلتيش على راسك هذا الدل وما سديتيش على راسك وما دفنتيش راسك وانت حية، ورغم انه خديتي العصا لكن في الاخير خديتي القرار اللي هو الصحيح. ما نقدروش نصبروا على وليداتنا، وليداتنا كنشوفوا كنعيشوا العنف وكنعيشوا الاذى وما كنعيشوش وسط الحب، لانهم غادي يشربوا غير السلبيات وما غادي يتنفعوا بحتى شي حاجه. داكشي باش الى وصلنا لهذه المرحله خصنا نعتقوهم ونعتقوا ريوسنا معاهم. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، استفدتوا منها وخليوا تعاليق جميله لساره لأنها غادي تقراها. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام سلام.